وكذاك هو وفاء دين دنيوي يقضي به المرء ما في ذمته لوالديه من معروف، وإنه مهما قضى من ذلكم المعروف فلن يوفيهما حقهما بالغا ما بلغ من الجهد والبر. فقد رأى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها حول البيت وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل. وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر، الله ربي ذو الجلال الأكبر، حملتها أكثر مما حملتني، فهل ترى جازيتها يا ابن عمر؟ قال: لا، ولا بزفرة من زفراتها، يقصد زفرات الولادة.